مباراة من نوع خاص، أي مباراة فيها فريق يحسن الالتحامات. شكرا جزيلا لك زميلي عبد الله العلي، والشكر موصول أيضا لصدي الميدان مع دوبول ولوتشيلسو، مدن الأربعة الكبيرة في كولومبيا. كولومبيا اليوم من دون فالكاو، من دون رودريغيز خامس، البداية منذ بدايته مع المنتخب. كرة بالرأس وجول، كرة بالرأس وأول جول. يا لها من توزيع ويا لها من راسية ويا لها من جول لصالح منتخب الأرجنتين، بهكذا سكر من كريستيان روميرو الذي يسجل الخامسة. بداية رائعة، يرفع الكرة اللاعب الأرجنتيني، اللاعب نادي، كرة ممتازة، أكون يستلم الجول، أكون يا رائعة، كرة تكون يتضرب في المدافع. دوبول مع دياس يحاول يمر، يرفع كرة والدفاع، وكرة الدخلة يلعبها عرضية. كوادرادو ميدينا، يدخل كوادرادو باليسرى مرفوعة بعيدة من كوادرادو. لوتشيلسو كرة لم تمر، ما زالت الخطورة، ما زال با 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 جول، با 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 يا له من جول. باريداس جول، يفعلها المنتخب الأرجنتيني في 7 دقائق، يسجل ثنائي. يا سلام لياندرو باريداس، وكان دفاع كولومبيا قال لا وغيره من اللاعبين. الكرة مرفوعة في القائمة الثانية، ولكن كرة خطيرة للمنتخب الأرجنتيني، رجعت له لوتشيلسو مع عرضية على الجهة اليمنى. كوادرادو دخل، كوادرادو مازال مع منتخب بلاده. كرة في العمق، هي صعبة عن طريق اللاعب دياس. لويس محتفظ بالكرة، هايلة ممتازة لميسي، يعني البحث من هنالك عن دوفان. ساباتا وإيميليانو مارتينيز يتمكن من هذه الكرة ويلتقطها أمام الخروج. كرة ممتازة لساباتا، يلحق عليها ساباتا، يراقب كورتو ساباتا، سيكون الأمر مفاجأة كبيرة. ساباتا كرة كوادرادو، ينفذ هذه الركنية مرفوعة في القائمة الثانية بعيدة. الراسية، وإيميليانو مارتينيز يتمكن منها بسهولة ويتمكن من هذه الكرة. يدخل من العمق، واصل كوادرادو، تيسيو طلبها، وصلته على الجهة اليسرى، تيسيو تغطية قوية والكرة تروح في التماسة في الركنية بعد التدخل. أكونيا بابا خطيرة، يعني بالنسبة لمدافع. الكرة من كوادرادو، وسبينا يرفعها عرضية خارجة، خطيرة التسديد. الحكم يأمر بتنفيذ الركنية وخروج موفق من إيميليا. كوادرادو يدخل، كوادرادو أرضية خطيرة، رائعة الكرة هذه، والعودة السريعة من هنالك عن طريق كوادرادو مرة ثانية. فضل الكرة البعيدة، وإيميليانو مارتينيز صعبة، هي صعبة دياز بينية التسديدة، ما زال خطورة. الحكم يقول خطأ لدفاع منتخب الأرجنتين. تويري مينا ترفع الكرة والدفاع يخرجها من لوتشيلسو خطيرة وما زال لوتارو مارتينيز ولوكاس غونزاليس. نيكولاس غونزاليس باريداس مرة ثانية مع ميسي، مع باريداس، هاي الركنية مرة ثانية، البحث عن دافيد سانسون جوز، وتلقى من هنالك عن طريق اللاعب لويس دياز التوزيع، ولكن خرجت. كوادرادو على الجهة اليمنى، وتوزيعاته مرفوعة بشكل رائع. كوادرادو هي باريداس ميسي الكرة للاوتارو مارتينيز، والمخالفة والجول الثالث للأرجنتين، والمخالفة معناه ما سجل الهدف الثالث ليو ميسي. أوسبينا ميسي، ولالا رائعة من ميسي ورائعة من أوسبينا، ينقذها مرة ثانية وينقذ كولومبيا من جول ثاني. ناحية ساباتا، ساباتا وإيميليانو مارتينيز من أمام، هذا التدخل عن طريق اللاعب يريمينا ارتقى ونال البطاقة على الجهة اليمنى لصالح المنتخب الكولومبي، مرفوعة في القائمة الثانية بعيدة. التغطية دوبول انطلق يلعب ممتازة، والتوغل تلعب في الوسط ناحية اللاعب لويس دياس. تيسيو مع دياس، يرفع كرة بعيدة وسهلة بالنسبة للحارس الأرجنتيني ماركيسين. لعيبة في دفاع منتخب كولومبيا، أكونيا كوادرادو موريال، وركنية لمنتخب كولومبيا، ضربة صالح المنتخب الكولومبي. كوير لموريال لساباتا، ولا قوية كرة ساباتا أمامك
كريستيانو روميرو، رائعة من موريال لساباد متوجهة ناحية المرمى، كرة بالرأس مرة ثانية، ما زالت الخطورة، التدخل، موريال يستعد لتنفيذ هذه المخالفة، موريال ما زالت من هناك في القائمة الثانية، بوبوبا خطيرة، أوي يا ساباد، أوي يا ساباد، أوي يا ساباد. فيديو التحليل هنا عبر قنوات بي إن سبورت وكيفية ده مكان ساباد. مدافع تيسيو التوزيع، ضربة جزاء، ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة ويخرج البطاقة الصفراء في وجه أوتاماندي وإعادة بعث المباراة من جديد. موريال وجول، موريال وجول في الدقيقة السادسة من انطلاقة الشوط الثاني، يبعث اللقاء من جديد. الأرجنتين ما زال متفوق، ولكن كولومبيا عادت إليها الروح كولومبيا بعد التغييرات الثلاث بدخول باريوش. ويستعيد الحكم، يأذن بتنفيذ المخالفة، يرفعها ميسي، الحكم يصفر خطأ. ميسي لدي بول على الجهة اليمنى، يدخل دي بول، خطأ آخر، يدخل دي بول وخطأ آخر، وبطاقة صفراء أخرى يخرجها حكم المباراة في وجه ويليام. صعبة، صعبة على ميسي، صعبة على ميسي، صعبة على ميسي، بل كانت صعبة على أوسبينا هذه الكرة. يا سلام، في الزاوية اليسرى أوسبينا بيسرى اضربها في العارضة، يستلم من هنالك دي بول على الجهة اليمنى، كرة خطيرة، باو مارسيال تعد أمامه اللاعب دي بول، يفضل يرفع الكرة في القائمة الأول، يستلم الكرة غونزاليس، خطير مار غونزاليس، غونزاليس عرضية، سط ميسي، دخل ميسي، مازال يلعبها بينية، خطيرة، أولا لا كاد لا، ميسي يبحث عن بيتزيلا، دخل مونسيال خرجها، رجعت لموريال مرة ثانية، خطيرة وخطيرة وخطيرة، وموريال 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 وموريال، يا موريال، ماذا ضيعت؟ ضيعت مثل تلك لاوتارو، ميسي استلم ودخل، ميسي راح، ميسي لا، ميسي غلقوا عليه تيسيو، غلقوا عليه وضيع عرضونا. عيد الكرة هذه لما من هنالك لاوتارو مارتينيز، 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 لاوتارو مارتينيز والكرة في الركنية، يا سلام عليك يا لاوتارو. مورينو مضطر يرفع الكرة بعيدة بعيدة بعيدة، البحث عن بيتزيلا، اولالا كيسين يخلي رفقاو يتنفسوا شوية، كرة خطيرة، بورخا وموريال، بورخا وموريال، بورخا مازالو، بيتزيلا، الخطأ من بيتزيلا الذي يتلقى البطاقة الصفراء جيرمان في تلعب بالاسيو، بالاسيو، ميسي، وبالاسيو، ميسي وبالاسيو، لو طالو والحارس دافيد أوسبينا ينقذ منتخب لكوادرادو على الجهة اليمنى، كوادرادو والتوزيع خطيرة، خطيرة، بابا 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 با با ستتغير وأن السيناريو سيتغير، كولومبيا تعود من بوطو من كولومبيا وتسجل هدف التعديل بفضل بورخا، وفرحة كبيرة لأنه هدف التعديل وجاء في الوقت الضايع وعلى الأرجنتين في وقت حساس. يا سلام.